مرحبا حسن، اهلا بيك. كيفك؟ الحمد لله. حسن، بدنا نناقشك بقصه عجبتني. كنا نحكي قبل شوي عن محمد صلاح، فقلت لك لازم نصور ونحكي للناس. تمام. طبعا محمد صلاح ما شاء الله عليه، عدى خلص خلاص وصل للنجوميه. وبتتوقع خلص، يعني اعتقد انا من الناس اللي متوقع انه لنهايه مسيرته حيظل بانديه مقبوله، يعني ممكن اكيد حينزل شوي شوي مع الزمن، بس حيظل حيصفي بانديه دائما كويسه، هيكون في اوروبا دائما والانديه محترمه يعني. صح؟ ده اكيد، لان هو يعني بدا البدايه الصح، البدايه المختلفه عن بدايه اي محترف في مصر، يعني حتى دي بدايه ميدو وفي نفس الوقت دي بدايه محمد صلاح، فبالتالي بدايه ناجحه واعتقد انه هيكمل للنهايه. تمام، بس تتوقع حيمر بتجربه ميدو 6 أشهر 6 أشهر 6 أشهر؟ لا 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 لا, 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 لا ممكن سنتين او 3 سنين 3 سنين، لكن محمد صلاح حط رجله على طريق النجاح مع انديه كبيره وبيقدم الاداء المميز المطلوب. تمام، بس انا كان موضوعي شوي بشوف، بحاول اشوف للمستقبل اكثر. فكنت اقول لك يا اخي، مين اللي بعد صلاح من بص مصر؟ الجمهور كل دلوقتي بيبص على رمضان صبحي اللي بيلعب في ستوك سيتي حاليا، بيقدم اداء متذبذب الى حد ما، كان مع الاهلي. كم عمره رمضان؟ رمضان 20 سنه 20 20 اشهر. لكن انا مش حابب ابص على رمضان صبحي اكتر، لكن انا ببص على لاعب تاني اسمه صلاح محسن، بيلعب في نادي انبي. تمام، وشو مركزه؟ هو بيلعب جناح يمين وبيقدر يلعب في خط الوسط المهاجم، وبيقدر يلعب كمهاجم صريح كمان. عنده تعدديه في مراكز مميز جدا. كم عمره؟ 19 سنه. سريع زي صلاح؟ سريع جدا، لعيب سريع جدا. سجل في الاهلي والزمالك، اقوى لعيب في مصر دلوقتي، الاهلي والزمالك بيتخانقوا عليه. الميزه في الولد اللي بتخليني اقول ان هو محمد صلاح، وما بقولش ليه على رمضان صبحي محمد صلاح، الولد ملوش يعني ملوش قوه اعلاميه كبيره جدا في مصر. ما عندوش بقى اكونتات انستغرام صلاح محسن لافرز وصلاح محسن مش رمضان والكابيتان والحاجات دي. بالظبط، الولد جاي من نادي مش اهلي وزمالك. حلو. محمد صلاح جاي من المقاولين، هو جاي من انبي نادي ملوش قاعده جماهيريه. فبالتالي وانبي بيحب يطلع اللعيبه بره مصر. تمام، زي صلاح جمعه. وزي انه هذا صلاح محسن. بالظبط، مسجل صلاح محسن. تمام. سجل الموسم ده رابع هداف الدوري، مسجل 7 أهداف وصنع هدفين، ومع انه ما كانش كان بيلعب اساسي، لكن فرض نفسه، لعيب مميز جدا سريع، ودي الميزه اللي شايفها فيه. مر على المنتخب انه بصراحه انا عجبني لما انت حكيت لي مره بشارك عم بصور، فهلا قلت بدي اسالك كل الاسئله قدام. لا لا لا، هو ما مرش على المنتخب لسه، كوبر المفروض يعني ممكن من اللعيبه اللي لفتوا نظرهم. بالظبط، احتمال يروح كاس عالم ولا لا؟ احتمال، لو لعب كاس عالم هيبقى شيء مميز. 19 سنه هذا هيبقى اصغر لاعب مصري يلعب كاس عالم. طيب، وبتتوقع هذا الشيء يروح على اوروبا؟ هذا اللاعب سريع، هو حاليا في اهتمام من نادي بازل السويسري. بازل السويسري اللي بدا فيه نادي محمد صلاح، اللي بدا فيه محمد صلاح وبدا فيه محمد النني، شايف ان هو لو خد الخطوه دي، ولو مسؤول انبي بصوا له بعيد زي ما بص مسؤول مولين لمحمد صلاح، ممكن يروح يعمل امباكت كويس. جميل. طب شو، وكمان لازم ينتبهوا انبي لقصه انهم لو بعتوه هلا يبيعوه باوروبا حيضل ياخذوا منه فلوس. بالظبط، زي ما قولين يعني تجاره، اللي هو الحق الرعايه، حقوق الرعايه هيفيد انبي. لكن انت لو بعته للاهلي دلوقتي، الاهلي او الزمالك، الانديه دي خدت لعيبه مميزه جدا في الدوري المصري، اللعيبه قاعده على الدكه دلوقتي. بالظبط، بيلعبوا هم هيضلوا بياخدوا نسبه 2.5%. طبعا بالظبط، هياخدوا النسبه وهيكملوا فيها. شايف ان هو ولد كويس وممكن يبقى حاجه. طيب، في سؤال اخير، شو قصه بازل معكم؟ بازل محمد صلاح نجح فيه، محمد النني نجح فيه، كل المصريين بيروحوا على بازل. هو عمل اتفاقيه مع نادي المقاولين ان هم يشتروا اللعيبه. النادي في انديه دلوقتي في اوروبا بتحاول تعمل بس ده، بس مش مالكم، مش زي الانديه البلجيكيه. لا 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 لا، مالهاش علاقه، مش زي وادي دجله. انا عارف انك بتحاول تتكلم يعني زي وادي دجله وليرس. بالظبط، وادي مش زي وادي دجله وليرس. الذي هو عمل اتفاقيه مع المقاولين ان هو ياخد منك اللعيبه المميزه. حاولوا بعد كده، بعديها يعني بعد محمد صلاح، حاولوا مع كذا لاعب على فكره، لكن فشل. عندهم موظفين من مصر؟ هو المفروض في مشرف عام على الكوره تابع نادي المقاولين، تابع نادي بازل، بيتفرج على اللعيبه كل فتره وفتره، لكن على حسب اختياراته. بقول لك عملوا اختبار لاثنين او ثلاث لعيبه ما نجحوش، رجعوا لمصر تاني بيلعبوا في انديه وسط حاليا في الدوري. تمام، شكرا حسن. لا.